وقعة تاريخية حاضرة رسمت مواجهة الأشقاء على أقدم الملاعب المصرية استاد الإسكندرية، وهو الذي تأسس قبل أقل من قرن بقليل. أضف إليه أن الفريقين يعتبران ضمن الأقدم تأسيسا عربيا. العراقة والتاريخ وضعه أبناء المدربين طلعت يوسف وماركوس باكيتا جانبا، لأن الهدف هو إكمال المشوار العربي، وعليه فكافة الاحتمالات واردة. وهجمات الفريقين بدت متكافئة في البداية قبل أن يهدد الاتحاد السكندري بهجمة منظمة تألق سيد جعفر في إحباطها. الكرة بتعود الآن خطيرة بالرأس، لكن سهلة. أنظر باكيتا وطلعت يوسف بقيت مراقبة للأحداث الهادئة. هذا الهدوء الذي حركه المحرك بعدة فرص متتالية لم تحمل الخطورة المطلوبة، خطورة حضرت من قبل صاحب الأرض بعدها مباشرة، وتحديدا عبر خالد قمر، من عاد وكرر تجربة الخطورة بتسديدة صاروخية جاورت قائم سيد جعفر. مرت الكرة الماضية. سيطرة الاتحاد السكندري وخطورة قمر أقلقت باكيتا، من اضطر للتدخل بتعليمات إضافية للاعبيه، لكنه تفاجأ بتحصل منافسه على جزاء قبل الخروج للاستراحة لم يتردد أحمد رفعت في ترجمتها بنجاح. والنجاح تمنى باكيتا خطفه في الثاني عبر الهجوم لا غير، وهو ما سعى لاستغلاله الاتحاد السكندري عبر المرتدات والتسديدات البعيدة. كرة رفعت عدت ومرت إلى ضربة مرمى. محاولات صاحب الأرض لم تقلق الضيف كثيرا، من واصل سعيه نحو التعديل عبر عدة هجمات حمل رايتها الخبير إسماعيل عبد اللطيف. وضريبة الاندفاع الهجومي والإهدار المستمر جاءت بما لم يتوقعه باكيتا، بعد أن استغل خالد قمر مرتدة متقنة زادت من رصيد فريقه قبل رحلة الإياب في المنامة. نور الجاموس، صدى الملعب.